السبت 9 أكتوبر تشرين الأول باستوديو لبنان الحر، جورجينا إبراهيم من وراء الميكرو، جاد فاضل على الإخراج الإذاعي. تحية لكل اللي عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان، حلقة جديدة من فرصة عمل. مثل كل نهار سبت الساعة 4 بنكون أنا وياكم مباشرة على الهواء، بنحكي أمور إلها علاقة بالتوظيف، بالتقديم على الوظائف، ليش وكيف ما عم نتوظف أو شو لازم نعمل لحتى نتوظف. هيدا قسم من كل حلقة، والقسم الثاني بيكون له علاقة بالإعلانات عن الوظائف يلي هي فقط للبنانيين الموجودين بلبنان، بعضهم بحبوا يشتغلوا بلبنان واللي عم يفتشوا عن وظيفة برات لبنان. لكل اللي عم بيتابعونا يلي عم بيفتشوا عن وظيفة أو بيعرفوا حدا عم بيفتش عن وظيفة، فيكن تجيبوا ورقة وقلم لأنه يمكن رح نكتب شوية معلومات، يمكن نعطي رقم تليفون، إيميل، ويب سايت بهمكن، ففيكن تاخدوا هذه المعلومات تخلوها لأنه بالنهاية يمكن اليوم ما بتفتشوا عن وظيفة، يمكن بكرة إيه، أو يمكن بتعرفوا حدا بحاجة ماسة لوظيفة ما عم يعرف وين وكيف، ففيكن أكيد تشاركوا معه إن كان رقم التليفون ولا الإيميل ولا الويب سايت يلي رح نكون عم نحكيون خلال هالحلقة. إذن مثل كل حلقة نحن بكون في عنا موضوع عم نحكي عنه، موضوع له علاقة بالتوظيف بشكل عام. بتمنى من خلال يلي مكون عم نحكيون كل حلقة كون عم بقدر ساعد الأشخاص يلي عم يفتشوا عن وظيفة، نسميهم job seekers أو الباحثين عن العمل، يعرفوا وين يفتشوا عن وظيفة، كيف يفتشوا عن وظيفة، لأنه بالنهاية هذا موضوع، خلينا نقول موضوع بمحل من المحلات، موضوع علمي، منه موضوع هيك يكوني فكانت يلا منودي السيفي ومثل ما الله بيريد ومنصلي الصلاة مهمة وإلى آخره، ولكن لغير أمور، ولكن بموضوع التوظيف، بموضوع البحث عن عمل، في أمور أساسية، خلينا نقول بركي في أمور يمكن علمية نوعا ما لازم نعرفها. يمكن هيدي لسوء الحظ، أنا بعلم بالجامعات وبعرف لسوء الحظ ما بيعلموها بالجامعات، بيغفلوا عن هذا الموضوع مع أنه هو الموضوع الأهم، لأنه بالنهاية اللي عم يتعلم بالجامعة بده يأخذ الشهادة، طب هالشهادة شو بده يعمل فيها؟ مش بده يتوظف بعدين؟ طب بده يعرف كيف بده يوظف هالشهادة وين وكيف. فنحن عم نجرب من خلال هالبرنامج عبر إذاعتنا وعبر هيدا الوقت المعطي لقلنا اللي هو 40 دقيقة، رح أجرب قدر الإمكان أن استفيد منه الماكسيموم، أنه نجرب نخلق هالتوعية، نخلق هالعلم، نخلق إذا بدنا نقول هالمايندسيت، هيدا كيف منفتش على وظيفة وليش أوقات ما مننقبل لوظيفة وكتير أمور غيرها. ومن خلال برنامجنا كمان عبر لبنان الحر عم نعلن عن الوظائف، هيدا الوظائف أكيد كلها للبنانية إن كان بلبنان عم بفتشوا عن وظيفة بلبنان أو برات لبنان. موضوعنا اليوم كتير مهم لأنه هو السؤال يلي بيسأله أي شخص بعده لهلأ ما لقى شغل. يعني في أشخاص يمكن إلى شهر شهرين ثلاثة، صدقوا في أشخاص يمكن إلى سنة عم بتفتش عن وظيفة وبعد ما توفقت بوظيفة. ليش؟ لكتير أسباب. هلأ السبب يلي أول شيء بتسألوه أنتو كباحثين عن عمل، بتسألوا ليه ما حدا عم بيرد علي؟ يعني أنا عم بقدم السيفي، عم بودي كل ما بشوف وظيفة بقدم السيفي، هي أول غلطة، كل ما بشوف وظيفة بقدم السيفي، لأنه مش كل وظيفة لألي طبيعة الحال، أنا مش عاملة كل الاختصاصات، أنا ما عندي خبرة بكل المجالات، فكل وظيفة قدم عليها هيدي أول غلطة. رح نفسر هلأ ونوضح بهالحلقة، ولكن سؤال الحلقة الأساسي اليوم بتمنى أن تكونوا عم بتتابعوا لتستفيدوا، لأنه بالنهاية أنا عم بحكي علم، مش لأنه أنا عم بحكيهم هيك لحتى أتفلسف. أي حدا بيقدر يفوت على الإنترنت ويشوف هيدي المعلومة أو يسأل أي حدا عنده خبرة بمجال التوظيف رح يكون عم يحكي يلي أنا رح أحكي. إذن ليش بتقدموا على الوظائف، بتودوا السيفي، بتفوتوا على الويب سايت، بتفوتوا على الكارير بيج بكتير شركات، بتقدموا على الوظائف ولكن ما حدا بيتواصل معكم، ليش يا ترى؟
هني وظائف فيك، هني مزيفين، هني هيك عم يعملوا إعلانات بس لا يعملوا إعلانات إنه هني عم بيوصفوا. في كتير أسباب رح كون عم أقولها هلأ، وبتمنى تاخدوها بعين الاعتبار لتساعدوا حالكن. أولاً تساعدوا حالكن وتقللوا من ما يسمى بالجوب سيرش فراستريشن. إيه في نوع من الفراستريشن، من القهر، من الزعل، من الضياع يلي الناس اللي بيكونوا عم فتشوا عن شغل يمكن بيعانوا منه، وطبيعي هيدا طبيعي لأنه بالنهاية بنص الأزمة اللي نحنا فيها كتير ناس ما عم تشتغل، ما في كتير وظائف لكل الناس اللي ما عم تشتغل، الرواتب والمعاشات منا كتير مدروسة صح بهالأيام اللي نحنا فيها، الكورونا خربطت الدنيا وما بعد الكورونا بعده بكتير محلات مخربط، فأكيد بنفهم إنه في كتير ناس عم تقطع بما يسمى بالفراستريشن. ولكن إذا تتبعوا هالنصايح اللي رح أعطيها بمحل من المحلات رح هيك تعرفوا تعملوا guidance لألكون، تعرفوا يعني تمشوا على طريق معينة تقدر تساعدكم تلاقوا وظيفة. أول سبب ليش ما بيتواصلوا معكم أو ليش بتودوا CV يمين وشمال وما بيتواصلوا معكم، قبل ما نعدد الأسباب، أي حدا بحب أنه يتواصل معنا بمسج written message فيكم تتواصلوا معنا على رقم لبنان الحر واتساب فقط كتابة يعني written message text message 709591111. طالما نحن هلأ بالبرنامج للخمس إلى الثلاث، أي سؤال عندكم إياه بما يتعلق بالتوظيف، بما يتعلق بهذا الموضوع اللي عم نحكي عليه، ليه ما عم بردوا علينا لما نحن عم نقدم على الوظائف، فيكم تتواصلوا معنا على الواتساب على 709591111. بس تخلص البرنامج خمس إلى الثلاث وأنا في اللي من الإذاعة في عنا رقم تاني فيكم تتواصلوا معنا كل الوقت، كل الوقت منعني من التنين للجمعة من التسعة للستة، لأنه يعني نحن كمان بزنس ونهار سبت أحد ما بنشتغل، ولكن فيكم تودوا أي واتساب ونحن أكيد نهار التنين نرجع نتواصل معكم على 717-733-853. إذن هيدا هو الرقم يلي له علاقة بالوظائف خارج وقت البرنامج من التنين للجمعة على 717-733-853. هلأ خلال البرنامج في أخذ الواتساب text messages مش تليفون ولا فويس على 709591111. هلا مش عم خلي جاد يخلي الغنية قد ما في عندي اشياء بدي اخلصها. جاد سوري بعرف انه الموسيقى اللي بتحطها بتجنن. خلينا نميز شغلتين اثنين لو سمحتوا كتير مهم تعرفون، يعني في كتير ناس بتدرس هندسة، بتدرس طب، بتدرس تمريض، بتدرس اختصاصات 4-5-6-7 سنين، بس بما يتعلق بالبحث عن عمل بضل موضوع بضل معلوماتهم قليلة لأنه يمكن ما صار في حدا يوجههم عن هذا الموضوع. بمجال التوظيف انتوا فيكم تتعاملوا مع جهتين اثنين بالتوظيف، أو بتكونوا عم تتعاملوا مع مكتب توظيف وهذا ما يسمى بالريكروتمنت ايجنسي، أو بتكونوا عم تتعاملوا مع كوربوريت ريكروتر يعني الشخص يلي هو بيتعامل بالتوظيف أو بيوظف بشركة معينة. فعندكم شغلتين، أو بتكونوا عم تتعاملوا مع مكتب توظيف ريكروتمنت ايجنسي، أو بتكونوا أو ريكروتر أو ايجنسي ريكروتر، أو بتكونوا عم تتعاملوا مع كوربوريت ريكروتر يلي هو الموظف اللي بيوظف بقلب الشركة. بالحالتين يمكن عم تسألوا حالكم ليه ما حدا عم بيرد علينا، يعني هو بالنهاية مين بده يرد عليكم؟ اللي بيشتغل بالريكروتمنت، اللي بيشتغل بالتوظيف، إن كان من الايجنسي، من مكتب التوظيف أو من الشركة، ليه ما عم بيردوا عليكم؟ رح يكون عندي أنا 10 أسباب. إيه في 10 أسباب معقول هالأشخاص ما يكونوا عم بيردوا عليكم، ما يكونوا عم بيردوا عليكم، ولازم تعرفون حتى أنتوا عم بتقدموا على شغل، أنتوا عم تفتشوا عن وظيفة تاخدوهن بعين الاعتبار. أول سبب you do not fit، ما بتتناسبوا مع الوظيفة المطلوبة بكل بساطة. كتير أشخاص بيقولوا لي جورجينا نحنا كتير عم ناخد rejection. rejection عشو؟ ليه بدون يعملوا rejection؟ هني عم بيقولوا لكم أو إذا ما عم بيردوا عليكم لأنه أنتو بروفايلكم، شو يعني بروفايلكم؟ خبرتكم، شهادتكم، مهاراتكم، تواجدكم، يمكن هلأ رح نحكي عن هذا الموضوع، ما بيتناسب مع هن شو بدهن. هيدي بكل بساطة. فأنتو you do not fit. هلأ كيف بتعرفوا if you fit or you do not fit؟ نحن أوقات كتير بنقرأ اسم الوظيفة، منفتش على الإيميل ومنقدم، مش هيك بتصير الأشياء، مش هيك أبدا. بنقرأ اسم الوظيفة، لازم نقرأ شو مطلوب، لأنه بالنهاية هن بدهن يوصفونا حسب المطلوب إذا موجود عنا. هيدي بكل بساطة. فإذا أنتو المطلوب ما عندكم إياه،
يعني إذا هني طالبين شهادة معنكن إياها، إذا هني طالبين خبرة معنكن إياها، إذا هني طالبين تواجدكن ببلد معين أنتم ما نكون متواجدين فيه، إذا 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 طيب ما أنتم بتعرفون إنه هالأشياء أنتم مش موجودين مش مطلوبين عندكن. لهالسبب على الأرجح ما رح يكونوا عم بيردوا عليكن، لأنه تحصيل حاصل أنتم تكونوا قريتوا شو مطلوب وقارنتوا المطلوب بين اللي عندكن. إذا ما في تقارب، يعني إذا ما في ماتش، ما رح يتواصلوا معكن. هيدا من أول الأسباب يلي على الأرجح ما حدا عم بيرد عليكن. أنا ما عم برر إنه ليه ما حدا بيرد، ولكن عم بقلكن ليش ما بيردوا. السبب الثاني هو أنتوا بتودوا السي في بالإيميل أكيد، وخلصت الخبرية هون، سلام عليكم. طب ودوا السي في، خبروا شو بدكم، قولوا نحن عم نقدم على purchasing manager، عم نقدم على accounting manager، عم نقدم على vacancy باللبنان، برات لبنان، حكوا قولوا شو بدكم. انا شخصيا يعني انا بشتغل بالتوظيف من اكثر من 10 سنين، وكل يوم بيوصل لي مئات السيفيات حاليا، هلا يعني افريج 150 200 كل يوم، جاد كل يوم كل يوم، انا لوحدي غير التيم يلي معي. مش مشكل، نحن علينا نساعد العالم بشكل عام واللبنانية بشكل خاص، بالعكس انا بحب اني ساعد قدر الامكان، ولكن بيوصلني سيفيات سي في ما بعرف شو بده، لا سلم ولا قال شو بده، ولا كاتب بالعنوان عن اي وظيفة. طب ما نحن او اي شركة تانية، طب نحن ما عندنا وظيفة واحدة قاعدين هيك عم نصلي يوصل سي في، نحن عندنا عشرات اذا اوقات مئات الوظائف. بدك تقول انت شو بدك، فلما انت ما بتقول شو بدك هني بدون يردوا على اي اساس. يعني انت لما بتودي سي في هيك فاضي، ولا كلمة ولا مرحبا ولا شفت اعلانكم ولا انا عم عدم ولا شيء، طيب بالنهاية بدون يردوا عليك على أي أساس، صح ولا لا؟ تالت سبب، هيدا سبب شيك شوي مضحك مبكي. نحنا يعني كمكتب توظيف بيكون عنا 10-15 وظيفة، منحطهم على السوشيال ميديا، يعني يلي بتابعني وبتابع جورجينا إبراهيم على السوشيال ميديا بينتبه أنه أنا بنحط كل الوظائف لنجرب قدر الإمكان نخبر أنه الوظيفة بدنا نخبر عنها، ما بدنا نخبيها، بدنا نخلي الناس كلها تعرف. فبتلاقي أشخاص بيقدموا على 10 وظائف، يعني بيقدموا على شيف، وبيقدموا على أكاونتنت، وبيقدموا على بروجكت إنجينير، وبيقدموا على تيتشر. لا ما فيها هيك، ما فينا نشتغل هيك يا جاد. جاد عم بقول الا ما تزبط. لا ما فيك انت تكون عم تقدم على 5-6 وظائف مختلفه، مش هيك بتصير. مش نرجع نقول التوظيف علم يا جماعه، في له اصول، في انه انت عندك هالخبره تتناسب مع هالوظيفه، ما عندك هالخبره ما تتناسب. فاذا انتم مش عارفين حالكم شو بدكم، طب يلي عم يتلقى سيفيتكم على 6-7 وظائف، اليوم بعدني شخص مقدم على 6 وظائف من كل وادي عصا، والأحلى أنه هو بروفايله وخبرته وشهادته ما بتتناسب مع ولا أي وحدة. طيب معلش، يعني أنا كشخص بيشتغل بالتوظيف بصير بسأل حالي إذا هيدا الشخص الوظيفة ما عرف يقريها ويشوف إذا هو عن جد بيتناسب معه ولا لا، بحط علامة استفهام على شو رح يعرف يعمل بالشغل لبعدين. عم نحكي من منطق المزح هون، ولكن موضوع منه مسحة أبداً. رجاءً بس تقدموا على وظيفة وحدة، أوكي؟ إلا إذا أكيد ذات الوظيفة عم تتكرر، بس ما فيك تكون أنت إنجينير وإكزاكتف شيف وتيتشر وأكاونتنت بذات الوقت، ما بيمشي الحال. يعني هول مجالات جدا مختلفة، ما بيمشي الحال تقدم عليهم كلهم بذات الوقت، وأهم شيء أنه أنت ما بتتناسب مع ولا أي واحدة منهم. هذا موضوع يعني كمان أنا بحط حالي محل، أنا محل ريكروتر ما بعرف عشو بدي رد إكزاكتلي. من الأسباب يلي معقول ما يردوا عليكم لما أنتوا عم تقدموا على أي وظيفة، إنه في، خليني أستعمل الكلمة، في كذب بمحل من المحلات بين السي في اللي وديتوه وبين أنتوا شو كاتبين على السوشيال ميديا. يعني إذا أنا أوقات بيوصلني سي في مثلا، بلاقي حدا لنقول كاتب عامل ماستر ديجري، عم بعطي حالة مثل عامل معه شهادة ماجستير، بروح على السوشيال ميديا مثلا على لينكدين، بس بلاقي إنه هو مش دارس هذا الاختصاص أو ما خلصه لهذا الاختصاص، أو يمكن عمل سنة أو يمكن عمل أسبوعين ثلاثة فلما نحنا من أول الطريق منبلش نكذب أو منبلش نعطي معلومات غلط، في علامة استفهام. فكمان لهالسبب لما أنا بلاقي هالفروقات ونحنا
كل اللي بيشتغلوا بالتوظيف بيعرفوا العدد السفيات اللي بتوصلنا والآخرة ما بيسمح لنا أنه معلش ويلا وحرام وخليني أسأله يلا خلص منمحيه ومنشوف غيره. عم خبركم كيف بتصير الأمور على الأرض. فرجاء كرمالكم أنتوا خلوا المعلومات اللي عم تعطوها تكون صح على أي موقع أنتوا بتكتبوه وخاصة بالسيفية اللي أنتوا بتودوا. كمان بما أنه عم نحكي عن السوشيال ميديا كتير أوقات بيوصلنا سيفي حلو ولكن مثل كل الناس بيشتغل بالتوظيف قبل ما يتصلوا فيكم وهيدي مهمة بتكوني بدي إياكم تنتبهوا لها كتير منيح بيفوتوا على حساباتكم على السوشيال ميديا ليعرفوا عنكم أكتر لحتى يعرفوا يمكن أنتوا بالسيفي مش كاتبين أنتوا وين موجودين يمكن يبين على أنتوا يمكن ما تكون بلبنان سافرتوا كذا إلى آخره. في كتير أمور منعرفها من السوشيال ميديا وفي كتير أمور لأنه منعرفها من السوشيال ميديا ما بعود حدا يتواصل معكم. فرجاء اللي بتكتبوه اللي بتنشروه اللي بتعملوا له شير اللي بتعملوا أي كومنت أي شيء بتكتبوه على السوشيال ميديا عم بيخبر عنكم وبالنهاية اللي بده يوظفكم بده يعرف عنكم قدر الإمكان فأنتوا عم بتخبروه بطريقة غير مباشرة ويمكن هالأخبار منا كتير حلوة فلها السبب ما بعود حدا يتواصل معكم. من الأمور اللي كتير مهمة يعني يلي هي بخلينا نقول أساسية أي إعلان وظيفة ومنقول له job ad وad بتنكتب دي وحدة لأنه إذا double دي يعني job ad بصير زيادة ما إلا معنى ad من كلمة advertisement يعني إعلان توظيف. فحتى هول الأغلاط بيدلوا على كتير إشي لما حدا بيكتب لي job ad وبكون معه PhD بالإنجليش في 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 مشكلة هون بهذا الموضوع. على كل لما أي إعلان وظيفة بيكون طالب تواجدكم ببلد معين معرفتكم بلغة معينة مثلا كل الوظائف هلا عم نشتغل عليها مثلا لكندا بيطلبوا لغة فرنسية. طب إذا أنت أكتر من بونجور ما بتعرف معلش مش مشكل بس إذا أكتر من بونجور ما بتعرف ليه عم تقدم على الوظيفة بونسوار أوكي فليش عم تقدموا على الوظيفة ما نحن عم نقول لغة فرنسية مطلوبة لأنه الانترفيو رح يصير باللغة الفرنسية لأنه الإيميل بعدين رح تكتبون باللغة الفرنسية لأنه شغلك مع الكلاينتس رح يكون واللغة الفرنسية ما فيك تتعلمها بين ليلة وضحاها. هيدي شغلة إذا تواجد بالبلد. هلأ كتير شركات بالمنطقة العربية إن كان أو بأوروبا أو أي بلد تاني أو حتى بكندا أو بيطلبوا أشخاص موجودين هلأ بالماركت يعني يكونوا هلأ موجودين. هيدا بيصعب علينا نحن كلبنانيين لأنه يمكن ما فينا نكون هلأ موجودين بس لأنه كمان الشركات عم تعمل حسابات أنه لجيب الشخص ويقعدوا بتعرفوا هلأ كان في كورونا وحجر 14 يوم ومندفع ما كمان الشركات بتعمل حساباتها بمحل من المحلات بيطلبوا أشخاص موجودين هلأ بالسعودية موجودين هلأ بالإمارات موجودين هلأ بالكويت لحتى يتم توظيفهم. طب إذا أنتم مش موجودين ولحتى تصيروا موجودين بياخد الموضوع 3-4 أسابيع بأقل تقدير. طب وعم بتقدموا طب اكيد ما رح يردوا عليكم شو بدي اقول لكم ما انتم مش موجودين بالبلد ما انتم عارفين انه انتم مش موجودين بالبلد يعني عم بخبروكم شيء انتم لازم تعرفوه او بتعرفوه فلهالسبب يمكن ما بردوا عليكم. كمان تواجدكم بالبلد كمان كتير اوقات في وظائف تطلب جندر معين يعني ميل او فيميل انثى او ذكر. هل بغض النظر اذا هذا موضوع في ديسكريميشن او لا ومش دائما في ديسكريميشن لكون صريحه معكم هذا غير موضوع بس انه كمان هذا موضوع ما بتغير بين ليله وضحاها مبدئيا. اذا عندكم اذا مطلوب جنسيات معينه بغض النظر اذا في تمييز ولا لا هذا موضوع تاني بس كمان في شركات بتكون عم توظف من كل الجنسيات لتعمل دايفرسيتي بمكان العمل. اذا انتم ما عندكم هيدي الجنسيه طبيعه الحال ما رح يتواصلوا معكم. ففي كتير امور يا جماعه بدي اياكم تنتبهوا لها كثير منيح ما بتقدموا على اي وظيفه انه مش انه قدامنا لقدامنا انه بركي غيروا رايهم. ما فيهم يغيروا رايهم اذا عندهم فيزا لجنسيه معينه وانت ما عندك هيدي الجنسيه ما فيهم يغيروا الفيزا. يعني هي امور بتصير امور تقنيه امور بركي خلي اقول قانونيه اكثر من اي شيء تاني. فرجاء ننتبه لهالمواضيع مش كرمالنا نحن. انا بيمرق السي في بقري 10 ثواني 20 ثانيه وبمحي بس كرمالكم انتم لما عم بتقدموا وتقدموا وتقدموا ما حدا عم برد عليكم عم تعملوا هالفرستريشن عم تعملوا هالقهر لحالكم واذا رح تضلكم تشتغلوا هيك ورح تضلوا تقدموا بهالطريقه على الوظائف ما رح توصلوا للوظيفه يلي انتم بتحلموا فيها. هلا كمان من الامور يلي خلينا نحكي عنها كمان بمجال التوظيف كتير اوقات بنحط اعلان عن وظيفه معينه بيكون في متطلبات معينه ما بتنذكر ولكن هيدي المتطلبات بكون مسميها hidden requirements يعني متطلبات مخفيه
لا كتير أمور، يعني يمكن بدهم شخص ما يكون مجوز مثلا، هلا حدا بيقول لي شو العلاقه مجوز او مش مجوز انه يشتغل. هلا بدنا حدا يمكن مش مجوز لانه بده يسافر يشتغل برا، واذا هو بده ياخذ عائلته معه نحن ما بدنا ندفع للعائله. ما هي كمان كلها بصير امور لها علاقه بالحسابات، يعني اخر شيء الشركه بدها توظف وبدها تشغل ناس، بس كمان بدها تعمل ارباح يعني. وما فينا نحن نجي نقول للشركه لا انا بدي اخذ عائلتي وبدي اخذ اولادي وبكون تدفعوا لي مدارس والى اخره. عم بحكي عن الناس اللي بتسافر لبرا. فهيدي امور يمكن ما لها علاقه بالشغل، ولكن بي اذا بدنا نقول بخفايا الوظائف بيكون في حسابات معينه بتكون. انا ما عم برر، بس انا عم بقول ليش لا. يمكن الوظيفه بتطلب الشخص يسافر مثلا، يسافر يمكن كل اسبوع، فإذا شخص عنده يمكن عائلة وإلى آخره رح يكون موضوع السفر كمان شوي صعب. فكل هيدي الأمور يلي نحنا بنحكي عنها بتكون إذا بدنا نقول hidden requirements، ما بتنعلن، ولكن كمان بالسيفي بتبين، ويمكن ما بيرجعوا يتواصلوا معكم لأنه هل hidden requirements أنتم ما عندكم إياهن. إذن كل الأشخاص اللي عم يتابعونا هلأ، اللي بلشوا هلأ يتابعونا، فيكن تتواصلوا معنا على هلأ نحنا بلبنان الحر على واتساب 709591111 من لبنان أو برات لبنان. أي سؤال عندكم يقلوا عليه بمجال التوظيف أو بالموضوع اللي نحنا عم نحكي عنه هلأ. بس نخلص البرنامج ونهار التنين فيكن تتواصلوا معنا على رقمنا اللي قلوا عليه بالوظائف يلي هو 717338853. فيكن تكتبولنا هلأ، ولكن لأنه نحنا اليوم السبت ما حدا عم يشتغل السبت والأحد ويك أند، التنين بنرجع بنرد عليكم. يعني لو كتبتوا هلأ وما حدا رد عليكم المسج بتوصل، وبنرجع نتواصل معكم نهار التنين لأي طلب لأي سؤال عندكم أو حتى لأي وظيفة عم تقدموا عليها. كمان من الأسباب يلي يمكن ما بتنتبهولن، بس كتير أوقات بتقدموا على وظيفة على شركة ما عندهم هيدا الوظيفة. أنتوا بتقولوا أنه أنا سيفل إنجينير مثلاً، سو أنا بدي ودي لكل الشركات واعتبر أنه هني عندهم وظيفة سيفل إنجينير وبدي أقدم على هالوظيفة. إذا ما عندهم هيدا الوظيفة أصلاً هني ما بيتعاطوا بالإنجينيرينج يعني بالهندسة لا من الأول ولا من الآخر، فطبيعي ما رح يردوا عليكم إذا إلا إذا عندهم أوتوماتيك ريبلاي، يعني إذا الرد تلقائي، إلا إذا الرد تلقائي يعني بكون أوتوماتيك ريبلاي إنه شكراً للسي في اللي بعتوه، إذا في عنا أي وظيفة بنرجع نتواصل معكم. مش غلط هذا، بس لتتأكدوا إنه وصل السي في. بس كمان بكون تنتبهوا كتير منيح، يعني ما بعتقد حدا مثلاً بقدم وظيفة على لبنان الحر سيفل إنجينير إنه أوكي بفهم يمكن شيء له علاقة بالميوزك، شيء له علاقة بالإخراج، شيء له علاقة بالإعلام، كتير منيح أكيد، بس إنه في شركات في وظائف يعني من المنطق انه ما يكون عندهم هالوظائف. عم تضحك جد. عندنا سؤال هلا على الواتساب هيك، بس شو حتى نغير او يعني نحكي كمان امور لها علاقه بالتوظيف بس غير الاسباب يلي هي ليش الشركات ما بردوا عليكم. هلو از كفر ليتر نيدد وذ سي في. اوكي خلينا نحكي شغله كمان هون. ثانك يو على السؤال. الرقم بيخلص ب 097. الكفر ليتر هو هالمستند يلي بيترافق مع السي في، يلي بيترافق مع السي في. كتير شركات بتطلب الكفر لتر. هلا الكفر لتر حلاوته او انه اهميته انه عندكم مجال تكتبوا معلومات، يعني عندكم مجال تكتبوا اشياء ما عندكم فرصه تكتبوها بالكفر بالسي في، لانه عاده المعلومات بالسي في معروفه شو هي، وقلتها انا قبل بمره وبرجع بعيدها هلا كرمال يلي كل اللي عم يتابعونا. المعلومات بالسي في بده يكون بتتبع اوردر معين. انا هيك لطلابي بالجامعه اخترعت ابريفيشن اسمها كويسا، يعني بالسي في بتكتبوا الكونتاكت، بتكتبوا الاوبجكتيف لشو عم تودوا السي في، شو بدكم، بتكتبوا الورك اكسبيرينس تبعنا كوي، الاي الادوكيشن، الاس السكيلز، والاي اديشنال اي شيء له علاقه باللانجويج بالببليكيشنز الى اخره. سو هذا الاوردر يلي لازم نتبعه كويسه اوكي بالسي في. هلا
بتحبوا تكتبوا اشياء زياده عنكم، تخبروا your achievements، ليش درستوا هالاختصاص واشتغلتوا شيء تاني. بالكفر لتر فيكم تكتبوا هيدي المعلومات، وهيدي مساحه لكم تكتبوا اشياء هيك to promote your profile منها مكتوبه بالسي في. فيا لارا يلي سالتنا السؤال، مش غلط يكون في عندك كفر لتر، بس عشرت الكفر لتر ما يكون عم بعيد زيت المعلومات اللي كتبتيها بالسي في. يعني استفيد من الكفر لتر، تخبري عن حالك. بالنهايه نحن حكينا كل حلقه بنحكي انه اتس اباوت بروموتينج يور سيلف، يعني عم تعملوا تسويق لحالكم. احكي عن حالك بشكل انه يلي عم يقرا السي في ويرجع يقرا الكفر لتر يقول لارا هي الشخص يلي نحن عشرت. لارا انت عم تقدمي على وظيفه عندني اياها، عم تقدمي على وظيفه طالبه امور انت عندك اياها، والا بتكوني كمان مثل ما حكينا عم تقدمي على وظيفه قاعده عم بتصلي والاهل كلهم عم بيصلوا، بس ما حدا رح يتواصل معك لانه قدمت على وظيفه ما عندك المتطلبات يلي طالبينها. فانا مع انه يكون في كفر لتر مكتوب مرتب، مكتوب حلو، يخبر عنك اشياء مش مكتوبه بالسي في، و بتكون فرصه لك انك تكون عم تعمل بروموشن لك اكثر. وبتمنى ان يكون جاوبت على سؤالك. كمان كل شوية بتطلع على الساعة لحتى تشوف قديش معنا. ايه thank you. كمان كتير اوقات نحن منقدم على وظائف ما مننتبه اي متى تم اعلان هالوظيفة. يعني كتير اوقات مثلا في اشخاص بتودي لنا سي في لوظيفة نحن اعلننا عنها بشباط، شباط ادار نيسان ايار حزيران تموز، يعني اللي توظف صار رح يستقيل. فمن هالمنطلق هيدا انتبهوا على الوظائف امتى بتكون معلنه. يعني ما فيكم تقدموا على وظيفه من 5-6 شهور وتقولوا ليش ما حدا رد علينا، ما خلص الوظيفه نعلن عنها وتوظف الشخص وصرح يمكن سكرت الشركه كمان، ما حدا بيعرف. فكمان هيدا موضوع كتير مهم. واخر نقطه بحكي عنها هون انه ليش اوقات انتم بتقدموا على سي في وبتقدموا سوري على وظيفه بتبعتوا السي في والكفر لتر مثل ما سالتنا لارا، وبتكتبوا معلومات وبتكونوا كتير هيك محمسين والى اخره، بس ما حدا بيرد عليكم لسبب كتير بسيط. انا برجع بقول ما عم برر انه ما حدا يرد. انا بالنسبه لي من اهم الاشياء نحن بمجال التوظيف ويلي بيشتغل معي بيعرف كتير منيح قديش مهم انه نرد على كل الناس. نحن بنرد على كل الناس، اذا السي في بيتناسب او ما بيتناسب بنرد على الكل. ولكن بكتير أوقات يعني بركي 90% من اللي بسمعوا من الأشخاص اللي بيشتغلوا مجال التوظيف أو اللي بيقدموا على الوظائف إنه ما حدا بيرد علينا. هي نوع من الثقافة هي إنه ما حدا بيرد. طب ليه ما حدا بيرد؟ أنا عم جرب إلكن ليه ما حدا بيرد، لتنتبهوا أنتوا لطريقة كيف عم تقدموا على الوظائف، لتعرفوا إنه إذا عملنا هيك يمكن على الأرجح ما حدا رح يرد علينا. برجع بقول أنا ما عم برر عدم الرد على اللي عم بيقدموا على الوظائف على جوب سيكرز من باب احترام الذات قبل احترام الآخرين، ولكن هيدا أمر كتير شائع مشان هيك حبيت أحكي عنه هلأ حتى تكون الأمور شوي هيك واضحة لكل اللي عم بيقدموا على وظائف وما عم يحصلوا على أي رد. آخر سبب ليش ما بيردوا عليكم على الأرجح إنه أنتوا السي في اللي وديتوه شغلة من الاثنين، أو كتير over qualified أو under qualified. شو معناتها over qualified؟ حكيتها هيدي بأول حلقات نحنا كنا عم نحكي عن هذا الموضوع جاد، إنه over qualified أو under qualified منا مسبة يعني منا شتيمة. لما أنت عم تكون عم بت مثلاً عم تجرب جاكيت، معلش رح أقاتل متى، عم تجرب جاكيت وجاكيت كتير واسع عليك بقول لك إنه الجاكيت واسع عليك، أو عم تجرب جاكيت كتير ضيقة بقول لك الجاكيت ضيقة عليك، ما بتلبق لك، مش إلك، يعني هيدي مش إلك. ففي وظائف انتم بتقدموا عليها مش الكن. يعني اذا انا جورجينا تخرجت امبارح، ليه بدي اقدم على وظيفه مسؤوله قسم؟ شو يعني مسؤوله قسم؟ يعني عندي 30 40 50 شخص انا تحت ادار، ما انا امبارح تخرجت، انا لا احكي كلمتين مع حدا بعد ما بعرف، لا اكتب ايميل مثل الخلق بعد ما بعرف، صح ولا لا؟ لا اعمل ميتينج واقدر اقنع الناس بافكاري بعد ما بعرف، بروح بقدم على وظيفه CEO CFO HR manager؟ طب كيف يعني؟ ما الواحد يفكر فيها وبيزعلوا انه ما حدا رد. ما انت امبارح تخرجت، ما انت بعد ما عطيوك شهادتك من الجامعه بترجع تروح تقدم على سينيور بوزيشن؟ ما انت كمان شويه منطق بهذا الموضوع. بالمقابل كتير اشخاص عندك كتير خبره وبتشوف حالها بالخبره اللي عندها اياها شكرا كارلوس على المسج. الأشخاص اللي عندهم خبرة كتير بمجال معين 30-40 سنة
معهم حق انه يكونوا شايفين حالهم، بس كمان ليش هيدا الشخص يلي بده يكون عنده هالقد خبرة بده يقدم على وظيفة هو كان يعملها من 30 سنة؟ يعني ليش بده يرجع يعيد التاريخ يلي هو مرق فيه من 30 سنة؟ فكمان نفكر فيها بهيدا الإطار، انه ما في شخص يكون عنده هالقد خبرة ويرجع يقدم على وظيفة كان هو يعملها من 30 سنة. ما انت اشتغلت وتعبت واجتهدت لتوصل لمحل كتير كتير متقدم، ترجع بتقدم على وظيفة كنت تعملها من 30 سنة، يعني كمان المنطق هون منه كتير ظابط. طيب بتمنى هالأفكار يلي كنت عم بقولهم ويلي هني كنا عم نجرب كارلوس بهالطريقة هيدي نوصل الفكرة، لأنه الموضوع بحد ذاته كتير أوقات في ناس بترفضه، فعم نجرب نحنا من هالمنطلق نوصل أوقات الفكرة بطريقة مهضومة مع ضحكة صغيرة كرمال توصل الفكرة والأشخاص يتقبلوها. فمن هالمنطلق هيدا بتمنى أنه هالأفكار يلي نحنا حكيناه هون تكونوا أنتو كأشخاص عم تفتشوا عن وظيفة كجوب سيكرز كباحثين عن عمل تقدر تساعدكم وتعرفوا على أي وظيفة فيكم تقدموا وما تقدموا، هي أهم شيء لحتى ما تكونوا ناطرين جواب على الأرجح ما رح تحصلوا عليه. بعد معنا 10 دقايق رح كون هلأ عم بعمل إعلانات عن وظائف للبنانية، وظائف بلبنان وبرات لبنان، فأي شخص عم يتابعنا هو عم يفتش عن شغل أو عم بتفتش على شغل أو بيعرف حدا عم يفتش على شغل، بدي أطلب منكم أنكم تكتبوا هيدا الإيميل يلي هو الإيميل يلي نحن بنتلقى عليه CVs، إذا بهمكم أنه تودوا CV باي ميل يلي هو wazaif@wazaif.com، ومنرجع على طول منقول وظائف تنكتب ب EPH أو EPH بالإنجليش، وهو ويب سايت بنعلن عليه كل الوظائف free of charge من دون ما حدا يدفع أي ليرة، بس حتى نكون عم نركز على هذا الموضوع. wazaif@wazaif.com كل الوظائف بتكون معلنة عنه، هذه وظائف فقط للبنانية يلي هن عم يفتشوا عن شغل إن كان بلبنان وبرات لبنان، نرجع من عيد. أو فيكن تتواصلوا معنا من التنين على رقم 717-733-8533 رقم الإزاعة، ما نحن ما بكون موجودة أنا بالإزاعة هلأ الخمسة إلا تلت، فبتكون تتواصلوا معنا على 717-733-8533. يلا منبلش اعلانات الوظائف، وبتمنى كمان لما هلا نحن عم نعمل اعلانات بتمنى تاخذوا اللي كنا عم نحكي، يعني هل هالنصايح انه ليش ما بيردوا علينا او كيف فينا نقدم على وظيفه وبركي نتامل انه يردوا علينا، بتمنى انكم تاخذوا هالنصايح بعين الاعتبار وتقدموا فقط على الوظيفه يلي انتم عندكم الخبره وعندكم الشهاده المطلوبه وعندكم استعداد انكم يعني تبلشوا يمكن باسرع وقت، لانه كل البين ايدي وظائف كتير كتير urgent. أوكي، شركة بي نيو روضة بحاجة لجرافيك ديزاينر. جرافيك ديزاينر نحن ما عم نقول ولا جونيور جرافيك ديزاينر ولا سينيور جرافيك ديزاينر، سو انتو فيكن تعرفوا هون من التايتل على انه نحن ما عم نفتش على حدا عنده سنة او سنتين خبرة ولا حدا عنده 10 سنين خبرة، فحدا يمكن 4-5 سنين بالنص، هيدا هو الشخص اللي نحن بحاجة لإله. اذا انت او انت عم تفتشوا عن شغل جرافيك ديزاينر وقريبين على نيو روضة، كمان نحن ما ناخد بعين الاعتبار هلا الاوضاع الصعبة اللي نحن عم نمر فيها بما يتعلق بالمواصلات والبنزين والى اخره، فكمان انتبهوا كتير منيح انكم تقدموا على وظائف مش بعدين رجعت تقولوا يي بعيد انا ما في روح وسوق لهيدا المحل، انتبهوا كتير لهيدا الموضوع كرمالكم اكيد. اذا جرافيك ديزاينر، كوست كنترولر، وبرودكشن سوبرفايزر. برودكشن سوبرفايزر يعني شخص كان يشتغل بالانتاج، ف كمان يعني إذا ما عندكم الخبرة بالبرودكشن هذه الوظيفة مش لكم، فكمان ننتبه كتير منيح للتايتل، نقرأ نجرب نفهم التايتل يعني عنوان الوظيفة أو المسمى الوظيفي خليني أقول قبل ما نقدم، بس لأنه التايتل كتير حلو، التايتل حلو بس إنه إذا أنا ولا مرة اشتغلته بحياتي أكيد ما في أمل إنه حدا يتواصل معي.
كمان لشركة بمنطقة الحمرة، نحن أو الشركة بحاجة لفيميل ريكروتر. إذا أنت عندك خبرة حوالي 3-4 سنين بمجال التوظيف، يعني اشتغلت بحياتك حوالي 3-4 سنين ولا أقل ولا كتير أكتر بمجال التوظيف، وكنت تشتغلي يعني توظيف كتير، مش إنه وظيفة واحدة بالجمعة، لا، كمان لكل الأشخاص اللي قاعدين بمنطقة بعبدة والحزمية والجوار، في عنا وظائف بإحدى المستشفيات الموجودة بالمنطقة. نحن بحاجة لإنترنال أوديتر، وإنترنال أوديتر مثل ما هي، يعني أنت بتكون مشتغل إنترنال أوديتينج 4-5 سنين ومتمكن من الأوديتينج مزبوط، فيك تبعت لنا السي في على wazaif@wazaif.com أو على الواتساب الرقم 717-333-853. هيدي أول وظيفة. تاني وظيفة كمان Head of Purchasing. لما بنحكي نحن Head of Purchasing، يعني بدنا حدا يكون اشتغل وكان مسؤول عن قسم المشتريات لأربع خمس سنين، وبيقدر أو بتقدر أنه تنتقل لمؤسسة تانية وتكون هي مسؤولة عن قسم المشتريات. وعم نحكي عن المستشفى، يعني الـ Purchasing Department كتير كتير مهم بهالإطار هيدا. فكمان إذا أنت أو أنت عم تفتشوا عن وظيفة Head of Purchasing، أكيد فيكون تودوا لنا CV على wazaif@wazaif.com أو تتواصلوا معنا على الواتساب على 717-733-853. كمان بمنطقة الحزمية أو كمان قريبة على بعبدة، في عنا كمان وظيفة IT Technician. IT Technician شخص، نحن عم نفتش عن شخص عنده 4-5 سنين experience بكل شيء له علاقة بالIT والسابورت والإنستوليشن والنتوركينج بالمستشفى. ما بدنا حدا يكون عامل ولا Electrical Engineering ولا Computer Engineering ولا ميكانيك، حدا يكون دارس IT، بيعرف إذا انطلب منه يعمل ينزل بروجرام، يزبط أي نتوركينج، الإنترنت، كل هيدي الأمور يلي هي أساسية ليمشي الشغل بالمستشفى، مش أكتر ولا أقل. ولا حدا تخرج مبارح ولا حدا عنده 10-15 سنة experience، لأنه طبيعة الشغل منا كتير صعبة. ما بدا حدا يكون عامل هندسة وعنده خبرة 10 سنين أو 15 سنة، هو لأنه 4-5 سنين حدا اشتغل بمجال الIT بمؤسسة معينة، بمستشفى، ببنك إلى آخره، وعنده استعداد أنه ينضم لشركة جديدة أو مؤسسة جديدة، مستشفى بمنطقة بعبدة. كمان من الوظائف اللي هي شوي هيك urgent، خليني أقول هلأ مؤخرا الأسبوع الماضي، يعني بتعرفوا الكورونا حطت كتير خليني أقول قيود على السفر، وخاصة علينا نحن اللبنانية، يعني إن كان لأي منطقة، خاصة من المنطقة العربية. ولكن لحسن الحظ الأسبوع الماضي صار بيقدروا الأساتذة اللبنانية السكول تيتشرز اللي بيعلموا بالمدارس أنه يسافروا مباشرة على السعودية. أي حدا هلأ عم يسمعنا أو بتعرفوا حدا بيعلم بالمدرسة عنده مينيموم سنتين تعليم بالمدرسة، عنده شهادة بتخوله أنه يعلم، شهادة جامعية، وحابب أنه يعلم بالسعودية، في ودي لنا CV يتواصل معنا. عنا كتير وظائف لللبنانية اللي بيقدروا هلأ مباشرة يسافروا على السعودية من دون ما يضطروا يعملوا حجر 14 يوم ببلد معين وبعدين يرجعوا ينتقلوا على السعودية. فهذا الموضوع شوي بهين. إذا أنت أو أنت عندكم أو عم تفتشوا عن وظيفة التعليم بالسعودية، فيكم تتواصلوا معنا على wazaif@wazaif.com أو على 717-733-853. كمان الوظائف يلي عم نشتغل عليها، نحن بحاجة أو سوبر ماركت معروف كتير، يعني تشين، سوبر ماركت تشين بالكويت، بتعرفوا بكون في عندهم عدة فروع، هني بحاجة لشخص يعني يكون هو مدير هالفرع، ولكن هني بحاجة لصبية لبنانية عندها خبرة بإدارة السوبر ماركت وتكون هي مسؤولة عن هيدا الفرع. هلأ حدا بقول لي ليش صبية؟ مش لأنه برجع بقول لكم الشركات العالمية بتكون عم تعمل نوع توزيع عادل بين الميل والفيميل، يعني إذا هن بيجعوا بيطلعوا بيقولوا أنه كل الموظفين عندنا 80% من الموظفين رجال، لا خلينا نشتغل أنه نوظف سيدات أكتر. فلهالسبب بيكونوا عم نطلبوا
عنصر نسائي ينضم لهم. فنحن كمان طلبوا منا انه نوظف لهم صبية لبنانية عندها إدارة عندها معرفة، واشتغلت لفترة كتير طويلة بإدارة احدى الفروع بسوبر ماركت معينة هون بلبنان، يعني اكيد نحن عم نحكي عن البرانز المعروفين يلي هن عندهم هالمساحات وعندهم هالشغل اللي كتير. فإذا أنت عندك استعداد إنك تسافر على الكويت تواصل معنا على 71-733-8853. كمان من الوظائف يلي كمان للبنانية معمل مفروشات ب خلص جاد عم بقول لي خلص معمل مفروشات بنيجيريا بحاجة لمدير إنتاج. يعني لما نحن بنقول معمل مفروشات يعني أكيد اللي بده يقدم بده يكون مشتغل بمعمل مفروشات، ما بده يكون مشتغل بأي يعني شركة تانية أو معمل تاني. فإذا أنت عندك خبرة بإنتاج الـ أو بالعمل بمعمل مفروشات واشتغلت كبرودكشن مانجر أكيد فيك تتواصل معنا على 71-733-8853. جاد عم بقلي خلص الوقت، بعد في شوية وظائف بس نحن نعلن عنه الأسبوع اللي جاي إن الله رد، أو فيكم تفوتوا على موقع وظائف.com وتشوفوا كل الوظائف يلي نحن عم نشتغل عليها للبنانية بلبنان وبرات لبنان. جاد بدي أقول لك شكرا كتير، مرسي لكل اللي تابعونا والكل اللي كتبوا لنا. بتمنى هالحلقة تكون ساعدتكم شوي تعرفوا أكتر عن طريقة البحث عن عمل. أنا بقولكم بوم ويك إند وبنلتقى السبت الجاي من هلأ لوقت تضلوا بخير.